حسين. يا هلا والله. فيديو النهاردة هيكون عن أغنية محمد عطية، عمل أغنية بيدعم فيها قضية اللي الأغلبية دلوقتي ابتدوا ينسوا المقاطعة والمحلات رجعت تتملي من تاني، ستاربكس، كنتاكي، ماكدونالدز، الناس عادي بقت تشرب كل عادي في الشارع، وثلاث أرباع الناس ابتدت تريح شوية من حوار المقاطعة ده. رجع محمد عطية عمل أغنية لحملة تدعو المقاطعة، وده واضح من بداية الفيديو. الأغنية اسمها إيه؟ الأغنية اسمها البطيخ، وطبعا إحنا عارفين البطيخ بيرمز لمين؟ لفلسطين، اللي دايما في كل فيديو بقعد أقول لكم ادعي لهم، وإن إحنا ما ننساهمش في كل فيديو بالدعاء أقل ما فيها. والحاجة كمان اللي تقدر تعملها إنك تقاطع وتفضل مقاطع، مش يومين ساعة الهوجة وبعد كده الموضوع انت طلع. المهم محمد عطية عمل أغنية اسمها البطيخ، شوفوا الأغنية، من كلمات للي يفهمها كنت تابعة للتاريخ الفلسطيني وفي نفس ذات الوقت بتدس شركات المقاطعة. شوفوا الأغنية. تعايش طول حياتك على أمل تاخد مكاني، أحمر أخضر أبيض أسود ألواني تخليك تعاني، أنت لو فهمك تقيل. طبعا هنا عارفين مين الأزرق، شركة بيبسي. خليك عطشان ها. المشكلة برضو تلاقي ناس بتروح تشتري. اسمي اكبر من كيانك انت ليه محروق وشايط، say my name بطيخ you got damn right. ده طبعا هنا في اول الاغنية بتدس شركة المقاطعة اي نوع مهما كانت مين، لكن طبعا احنا عارفين القصد على مين، هي اللي ببالي. وبعدها على طول بيحكي للتاريخ الفلسطيني وهو نزلها حلو الوقت دوت. ليه؟ لان الوقت دوت ولا حتة شوف ولا حتة ترند ولا حتة ان هو بيركب بالاغنية ترند عشان خاطر فلسطين، لان الراجل ده طلع قبل كده في لقاء وكان منهار من العياط بعد الاحداث بشوية حلوين. يعني في كل ما وقت كل واحد كان طالع وكله كان بيقول لك انا هاجل حفلات، زي عمرو دياب اللي عمل اعلان برضه لشركه المقاطعه، واللي كان بينزل فيديوهات ايام الحدث اللي كان حصل في وقتها في شهر 10، جه ثلاث ارباعهم عمل اعلانات لشركات المقاطعه في رمضان وتحججوا لك ويقول لك احنا كنا مدين عقود، لدرجه حتى البلوجر بقى يقول لك احنا كمان كنا مدين عقود. احنا هنعمله على بعض. احنا هنعمله على بعض. في الوقت ده الراجل ده طلع وكان منهار من العياط وخسر شغله اللي كان تبعه، لان هو صار الجدل فتره في مصر وبعد كده ساب مصر ومشي وبقى شغال بره، ولما جه موضوع فلسطين ساب شغله ورجع بيدعم في السن من كل قلب. قال لي كمل طعمك انت اصله ماسخ، طعم انا سكر مكرر، في التاريخ انا ميت كتاب وانت سطر في المقرر. طبعا هم هنا مقطعين البطيخ على شكل مثلث على ايه، العلم الفلسطيني والشال اللي هم لابسينه بيرمز لمين؟ لاهل فلسطين. لكن الغريب عشان الاغنيه مش طالعه ترند او الاغنيه مش مكتسحه او محدش عامل عنها، محدش متكلم عنها ولا حد بيتكلم. ليه؟ لان الموضوع فات، فلسطين ما بقتش ترند، فليه نعمل على الموضوع؟ اليوتيوبرز اللي كانوا ساعتها برضو بيتكلموا ويعملوا دلوقتي نمتوا ليه؟ محدش يتكلم عشان الموضوع اتنسى وفات عليه كام شهر، بالرغم ان الاغنيه تستحق الدعم فيها دعم كبير لفلسطين وبتحكي برضو التاريخ الفلسطيني في هيئه اغنيه. ولو طلع واحد ولا اتنين سخاف طالعين يتكلموا يقول لك عشان بيقول البطيخ 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 ها بيرمز للعلم الفلسطيني، وكلنا وكل الدول العربيه عارفه ده. البطيخ 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 البطيخ. فما نسيبش كل الكلام اللي متقال في الاغنيه وتدس الشركات الاعلانيه اللي بتعمل اعلانات تكيدك وتحرق دمك وتقول لك خليك عطشان، ويطلع نجوم كبار ليهم تاريخ كبير في مصر روحوا اعملوا لهم اعلانات، واللي كانوا برضه ساعه القضيه بينزلوا دعم وان هم يعني قلبهم معاهم وان هنأجل حفلتنا عشان خاطرهم وان احنا مش هنحتفل بحاجه عشانهم وكل ده زرط. لكن حد طالع ومستغلش الوقت اللي يعمل فيه الاغنيه دي ساعتها عشان الناس ما تقولكش بيركب الترند عشان خاطر مش عارفه مين، او استنى لما الموضوع هدي واغلب الناس ما بقتش تتكلم عنه وطلع هو نزل الاغنيه دي. كخ بس بس كخ، انت جاي ارض تلعبني، روح هتلبس احلى فخ، لما اقول لك هش تسكت، لما اقول بخيت بخ. طبعا الاغنيه جميله، وده اللقاء اللي انا بكلمكم عليه قبل ما نخش على الفيديوهات اللي احنا هنعملها. محمد، كيف تنظر الى الفنانين اليوم اللي عم بيحيوا حفلات بيقولوا لك الحياه بدها تكمل؟ لا، الحياه مش بدها تكمل، لا لا يولع اي وانت حد. خسرت برنامج تلفزيوني، مش عايز انا مش عايز اتكلم في مواقف تبين انك بطل، انا لا بطل ولا نيله، ما حدش فينا بطل الابطال في غزه. الراجل واي حد مصر بيحب فلسطين من قلبه بجد، عارف والله ان احنا مقصرين، لكن مش الشعوب، الشعوب مالهاش دعوه، كل اللي في ايدينا بنعمله ان احنا بندعي له، ولو حد يقدر يدعمهم ماديا عندك الارقام موجوده هي قدامك على الشاشه، تدخل مصر، ولو انت خارج مصر تقدر تشوف الجمعيه الخيريه اللي بتقدر تدعمهم وتدعمهم حتى لو مبلغ بسيط، حتى لو اقل ما فيها 5 جنيه او على حسب عملتك، حتى لو دولار واحد، وشوف ربنا هيردهولك اضعاف مضاعفه. لكن مش معنى ان احنا بنضحك ولا بنهزر ولا بنعمل فيديو ضحك ان احنا ناسين الموضوع، انت دايما في قلوبنا. والتحيه كبيره لحتى لو اصغر طفل عنده سنه في فلسطين، ضفرك برقبتي، لكن ما تنسهمش بالدعاء. وخلينا نخش على الفيديو اللي بعده. عندك كريم برجر يا عمو، برجر بالاشتغال. لا عندك ده يا جماعه كروان مشاكل قبل الشغل، كان كروانه مشاكل. كان عايز يروح بالتوك توك على الحدود. تعال شوف هو تا دي كروانه قبل ما تقطع اللي بعده. روح يا حبيبي، انا خايف عليك يا حبيبي، ابو تقل دم امك، حبوش الواد ده خليل. بص هو الدويتو ده مني ليك كده بقى، صد رد، مان تو مان،
واجهة لشخص. بتضحك على ايه؟ اصل انا بصراحة عايز اقوم عشان عندي اشغال وخايف بس امشي من اللسان. يا جدع عيب عليك، ده انت حبيبي. الف سلامة انت. اه والله ما قادر اقوم. لا تقوم ما تقلقش، سلامة الله. ابو تقل دم امي. اه ريحوا نفسكم انتوا كلكم خلاص. كلنا زي بعض. اللي بعده. اي دونت كير، ما بده يحبنا ما يحبنا يعني، انا ماني هون لارض كل العالم. ولا احنا يشغلنا حبه. اللي بعده. قلل الوجع وهقول له ايه؟ هو الوداع يتقال في ايه؟ هقول له ايه فعلا؟ اللي بعده. خلصت عليها صندوق الميك اب كله. انا عايز اشوف وشي بقى عامل ازاي؟ عايز تشوف انت حته نسيتي شكلك؟ ما هو شكلك يعني مش هيختلف كتير. انا مش عارف حد قبلي يتجوزك ازاي. طب انا عايز اعرف انت عملت ايه في وشي؟ اقفل انت يا ماي دلوقتي. سلام. عايز اشوف المكياج ده شكله راجل يا جماعه عامله ايه يعني؟ وشك زي ما هو بس حاولنا نظبطه وتعوج، هنعمل ايه يعني؟ الله. بعدين ما تسكتي خالص عشان ما اقولش لعريسك انت كنت بتكلمي من دلوقتي. دي كانت علاقه قديمه وخلاص راحت لحالها. يعني كمان شكلك وحش وكمان خاينه. ده ايه القرف ده؟ اه بجد هما كده. تلاقي دايما الحلوين حظهم فقر وذكر، وتلاقي الوحشين حظهم ضار في الصدر. تلاقي الواحده شبه البلدوج وكل الرجاله هتموت عليها، وواحده تكون حلوه زي القمر بختها مايل وحظها تايل. لكن هي دي الدنيا. اللي بعده. خايف ابقى بونابارتك في دماغي بكونجا بتطبل قلبي كبير سوبر ماركت. فعلا قلبك يفتح سوبر ماركتين، فرع في الشمال فرع في الجنوب. فرع في الجنوب وكل واحد يبقى ثلاث ادوار عشان هي بتحب توفر فرص عمل للشباب. طلبوا. لكن اللي بعده. سالت ياض على قلبتي، سالت ياض على كردي، دخلت على فيسبوك معكش فرد وسمكي، امال هتعمل ايه وسطي؟ فعلا دي لو قلبت عليك هتشيل القلب من جنب اسمك. خليك من غير قلب. كمل الانهيار يا جدع. اللي بعده. الفلوس اهي يا مصر، الفلوس قدامك اهي بالكون، لو قعدت تصرف فيها انت واهلك من هنا ليوم القيامه مش هتخلص، وبقيت قوي ومحدش قدك. فعلا ايه كل الانصاص دي؟ ده من اغنياء مصر كده. اللي بعده. قايم من النوم مفزوع مستغرب مين مشغل اغاني الساعه 2 الفجر. جيراننا بعد ما ابنهم جاب 53%. لا تعيش في الجن وجاب له مطوه بسفاح، اسكت مش بسلاح، اسكت. ده جيل الطيبين يا جماعه، ده جيل الطيبين لما كان بيرقص زمان شايفين الرقص بتاعهم كانوا بيعملوا كده. اه بكره على فكره الجيل برضه اللي هيجي بعدينا هيتريق عليه. معرفش الفيديوهات دي هتكون موجوده ولا لا، بس يا ابني لو انت بتشوفني من المستقبل اعرف ان احنا كنا في الجيل ده جامدين ومدوخين كتير، لكن انتوا وسوقكم. اللي بعده. البنت اللي احبها. اخوها. اه يا جماعه ده من اخطر رجال المافيا في روسيا يعني. والجو ده انت مالك ومال اخوها؟ ان شاء الله يكون لها مليون الف اخ. انت مالك ومال؟ اه بحبها اروح احبها. ان شاء الله يكون لها مليون اخ. ما بحبش انا الشغل ده بتاع بحبها بس مش هروح اقولها عشان اخوها مش عارفه ايه. اح خايف من اخوها. تاخدك ليه؟ اللي بعده. هو في ايه يا ابني؟ ما تقول. يخرب بيت حسك الجرس بجد. انا انت ايه يعني يا ابني؟ انا حامل. ها ها ها. انا بحب ملك الشارع اللي قدامك داخل خناقة. اتضايقتي خلاص، اعتبريني ما قلتش اي حاجة، بس اهم حاجة ما تكونيش متضايقة. فين يا جدعان نكر على طول؟ شيء طبيعي لازم ينكر قدام واحدة زي دي. لا تنط في كرش ولا تبلعه وتهدم مع اخواتك. لا 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 بتحبني ازاي؟ معلش كده اهو يا انت فظيعة. واحد بيحب حد هيحبه ازاي يعني؟ هكون بحبك، احبك من قلبي اكيد. لا طبعا. ضحكتني يلا وانا ماليش نفس اضحك. مره وانا صغير حد خد السندوتش بتاع الجبنه بتاعي في المدرسه، روحت تاني يوم كنت معايا سندوتشين وديتهم. فاكره اقول لك ايه؟ جواز قال شكلك يا وريت شارب حاجه. شارب ويحيى. انت اكتر واحده يا نعمه عارفاني وعارفه ان انا ما بشربش حاجه. وانا بضرب حقن بس. دي ضحكة بيت. هو ايه المساحة اللي انا اديتها لك؟ خليتك تاخد عليا ولا عشان قعدت كلت معاك كذا مرة؟ ايه يالا؟ عشان كنا مع بعض شوية؟ حبيت فول على العربية؟ كشري وعجة يعني؟ يالا ما تثبت يالا. ده كويس ان انت قعدت تاكل معاهم ما كلتكش. كان لازم اتعامل معاك زي الزفت عشان تحترمني. تحترمني؟ انت لو تحترمني انا هحترمك، انما انت مش محترم فانا هحترمك ازاي؟ وهو ما احترمهاش. بعد ايه بقى ان شاء الله؟ بعد ما صدمتني بجد انا مصدوم اللي انت قلته كده. مصدومه؟
وكده مجنونة صح؟ انت نسيت انت مين ولا مين؟ نسيت تعليمك ايه وتعليمي ايه؟ انت تعليم حكومي وانا الحكومة كان بتجري ورايا، انت كنت بتنام في البيت وانا كنت بنام في خرابة، نسيت الفروق دي ولا ايه؟ منسيتش. خدش يا وليد، تعالى اقول لك شايف، انت صدقتش ولا ايه؟ ده انا كنت بهزر وربيتك. روح يا دهيبتي. انا زعلتك في حاجه. طب ايه يا حبيبي هي بتشاري عينك ليه لما بتيجي في عينيا وحكايتك بس ايه فيك حاجه مش عاديه. اه يا جدعان، ودايما هو لما يجي يزعل يرفع راسه لفوق كده، يعني ايه؟ شفتوني ولا مصوريني ولا ايه؟ ايوه انا هو اللي جيتوا عليه بجد بجد، ربنا يخليكم بجد. الفيديوهات دي دايما بتديني دفعه ان انا ما اكملش ولا اعمل اي حاجه. شكرا ليكم بجد، لولا الفيديوهات دي هي اللي بتهون عليا مصايب. بشوف بلاوي الناس بتهون عليا بالوتر، فبجد لولا الفيديوهات دي انا واخد الكدوت. اللي بعده. صباح الخير يا نكدو. شايفين يا جدعان؟ صباح الخير يا نكدو. صباح الخير يا نكدو. الراجل معبي. هي الساعه بقت كام دلوقتي؟ واحده وشايله عيل. انا حضرت لك احلى فطار لأحلى كرشو. ليه بس تعبت نفسك يا كسلو؟ يلا بسم الهاري ليهري بدنك يا حبيبي. بسم الهاري حبيبتي ليهري بدنك، أهم حاجة ينزل يهري. أنا عندي غيرك، إيه الحب ده؟ ولكن يا باشا مش هيجي أكتر من حب ليك، أنا بحبك وشريك، ولكن أنت دايماً بيعني، ولا بتعمل لي متابعة على الانستجرامات، ولا حتى بتشوف الفيديوهات اللي على القنوات التانية، مع إني رابط ده كله موجود تحت في الوصف. روح اعمل فولو للقناة التانية واتفرج على الفيديوهات، إيه ما عجبتكش الحاجات؟ لا تتفرجات، وروح تابعني على الانستجرامات، الروابط بالتحتات. واشوفكم على الفيديوهات الجايات. جود باي بروهات. جود باي برو. جود باي برو. جود باي برو. جود باي برو.